بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا من خير العباد لك يا كريم يا حنان يا منان. الآن بحول الله سنقارب آية رقم 32 من سورة هود عليه السلام، ونزولها كان بمكة. إلا 3 آيات، 12، 17، 114، قد نزورها بحول الله. وهي أكد الله سبحانه وتعالى على العلاقة بين الرسالات السماوية وما يتخللها أثناء كل رسالة من حوارات بين الأنبياء عليهم السلام والرسول الكرام عليهم السلام والأقوام اللي غلب عليهم الجدال. كل ما هو مش ينزل من الرحمن عندهم هما محل الشك، وبرا عاد الشك والعناد ما يخلصوا منها إلا حين يفتك بهم الله بأي طريقة كان من العذاب والإبادة، لأنه أنت تسمعه وتحط شئت أنت يا كافر يا منافق يا ملحد كما شئت في أمر الله وأمر الرسول الكرام عليهم السلام وأمر الوحي الذي لا شك فيه، حد كما تحب، لكن أنت من الأكثرية وأنت لا تستوعب الدرس. القرآن ممكن زيارته في كل وقت وفي كل مكان بأي لغة كان، لكن أنت لا تعير له أنا اهتماما، عندك أنت غائب، ليس هناك شيء اسمه القرآن، وهذا دليل أنك أحمق وأجهل خلق الرحمن، نسأل الله السلامة.